دائما يجب على الإنسان أن يكون متقيا دائما. التقوى يعني شنو؟ يعني لا يفعل المحرمات ويأتي بالواجبات، هذا يسمى بالمتقي. والمتقي الله معه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله قوى الكون بيده، إذا اتقيته الله يجعل قوى الكون مسخرة لك، تطيعه، تصلي، تصوم، تحسن خلقك، متصيح، لا تستغيب، لا تؤذي الناس، تصوم، تحج، تخمس، لا تفعل المحرمات، هذه تسمى مجموعة بالتقوى. والله يعرف جيدا، يعرف، لأن الله دائما ينظر إلينا، الله دائما يسمع إلى كلامنا، وهو السميع البصير، وهو عليم بذات الصدور. يعني في صدرك شنو يمر الله يعرف ويحاسب، مو بس يعرف، لأن حتى فكرنا تحت الحساب. يقين قسم منكم مارين على المقابر، المقبرة يعني مكان شنو؟ مكان المحكمة. ولو أن الإنسان ما يشوف هذا الجسم تحت التراب، ما يشوف الروح، لكن هناك يحاكم الإنسان، ماذا قلت، ماذا عملت، ماذا فكرت، كيف رأيت، كيف سمعت، كيف تصرفت، كيف تحركت، كل هناك يحاسب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. دائما لقنوا أنفسكم التقوى. يعني أول الصبح من قمت من المنام قل في نفسك أنا رجل أتقي الله، أنا رجل أخاف الله، أنا رجل أعمل بأوامر الله، أنا رجل لا أؤذي الناس، أنا رجل لا أعصي الله. يوميا لقن نفسك هذا، وإذا أردت المنام لقن نفسك أيضا حتى تكون ملكة في نفسك. هذا الشيء تلقائيا يصبح ملكة في نفسك. إذا اتقيت الله أنت سعدت، إذا ما اتقيت الله أنت خسرت. ذات يوم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فوق المنبر في مسجد الكوفة قال: ما أحسنت إلى أحد قط وما أساء أحد إلي قط. هذا صحيح؟ علي بن أبي طالب ما أحسن إلى أحد؟ علي بن أبي طالب ما أساء إليها أحد؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ماذا قلت؟ قال: نعم، ألم تقرأوا القرآن؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. أنا أحسنت إلى نفسي، والناس الذين أساءوا إنما أساءوا إلى أنفسهم. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.